تركت. اعتبرني انا شاعر مبتدئ وابغى الناس تسمع قصيدي وابغى اجيت في كل مجلس اقصد وابغى اجيت المحافل اطلع وابغى الظهور. صحيح. وش تنصح الشاعر المبتدئ؟ نصيحتين انا عادي النصيحتين ممكن اكتسبتها بعد من رجل نصحني بها. القراءه اذا كنت شاعر لازم تقرا كل هائل من الشعراء المتعارف عليهم انهم فوق العاده. هذه نقطة رئيسية. يعني فوق العادة. فوق العادة. أنت تقرأ لك دون المستوى بتصير مثله. لازم تقرأ فوق العادة وتحاول إنك تصل له. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية لازم تحفظ قصيدتك مثل اسمك. الحفظ أنا أراه هو جمال القصيدة إذا جاي يلقيها الشاعر. فأنا واحد والله ما أعرف ألقي إذا ما حفظت. وأتنرفز جدا لأني أشوف إن القصيد شيء يستحق إنك تضحي عشانه تحفظه. يعني شيء كبير. يعني لو نعد تاريخ القصيد يمكن يتعدى 2500 سنة. يعني لو نقول قصيدة عنتر بن شداد كم لها سنة؟ من 2500 ولا زال بالإرث يتمدد. هذا دليل على عظمة الشعر وكيانه الخصب والمتين وقواعده عند العرب خصوصا ثابتة. فيستحق أنك تضحي عليه الشاعر، مو بتكتب القصيدة ولا تحفظها مثل ما قال أبو البراء. أنا ما أحفظ. عمر بن الخطاب له مقولة يقول إذا التبس عليكم شيء في القرآن فالتمسوا في الشعر فإنه عربي. هذا دل على الشعر مصدر مصادر اللغة العربية. صحيح. يصنف بعد القرآن الكريم. خلونا إذا جاء كلامك حلو هذا، لكن بعد بنقول يعني عمر الخطاب مثالنا نحتذي به، وأبو بكر وعلي وعثمان وإلى آخره من صحابتنا الأجلاء. القرآن نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام معجزة في اللغة العربية، لكان يتطولون العرب فيها. كانت العرب تتطول شعريا وخطبيا. الخطابة ترى مو بسهلة، فن عظيم. فكانوا العرب يتطولون باللغة العربية، يعني من الأشعر ومن الأفصح. فنزل القرآن على الرسول لتكون معجزته لغة عربية قح عظيمة. فبلا شك أن الشعر هو المرتبة الثانية البعيدة كليا عن القرآن. صحيح. بلا شك، لكنها المرتبة الثانية عربيا، يعني في لهجة العرب. ولا زالوا العرب يتعلمون من الشعر اللهجات. لولا الفرزدق يقال لولا الفرزدق لضاع ثلثين اللغة. هذا في شعر الفرزدق موجودة المفردات اللي ثبتها الشعر. يا سلام. طيب أبو سعد، نبي شيء حصري لنا.